أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 390,545 خدمة من خلال حملة 100 مليون صحة اليوم الثلاثاء في جميع محافظات الجمهورية. وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 11,421 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارة العارضة والمتكررة 29,079 خدمة. وأضافت الوزارة أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة إلى 9,570 طفلا، فيما قدمت 30,870 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.